فيوجد هناك 5 شروط من أجل أن نحتفظ بصحة أجسادنا، وهذا موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد والتقليم الأصفار ونطف الأبط وقص الشارب. على ما أعتقد ليس من الضروري أفسر أسباب ليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.